إجازة عيد الأضحى 2020 أربعة أيام فقط لهذه الفئات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. ولا بينا على التفاصيل. موقع الرئاسة المصرية كشف عن موعد وعدد أيام أجازة عيد الأضحى 2020 في مصر، واللي بتعتبر أطول العطلات الرسمية على مدار السنة في البلاد، وبترقبها العاملون بالقطاعين العام والخاص والموظفون في البنوك والطلاب أيضا. وأجازة عيد الأضحى المبارك بتمتد من يوم عرفة إلى رابع يوم العيد، على أن يعود الجميع لعملهم في اليوم التالي إن لم يوافق يوم عطلة اعتيادية أو رسمية أخرى. أجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام، وبدأ شهر ذو الحجة 1441 هجريا اللي بيضم بين أيامه عيد الأضحى المبارك يوم الأربع 22 يوليو 2020 بعد استطلاع رؤية الهلال من قبل الجهات المعنية. وبكده بيكون يوم وقفة عرفة الخميس الموافق 30 يوليو الجاري، وبيكون أول أيام العيد الجمعة 31 التالي اليوم اللي بعديه على طول. وبحسب موقع رئاسة الجمهورية المؤسس مؤخرا، فإن الأجازة من الخميس 31 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، وعلى هذا بتكون الأجازة 4 أيام فقط بسبب وجود الجمعة بينها. وتصدر رئاسة مجلس الوزراء المصرية في غضون أيام قليلة قرارها الرسمي بشأن إجازة عيد الأضحى 2020، واللي هتبدأ من يوم الخميس حتى يوم الاثنين. إجازة عيد الأضحى للقطاع العام والخاص، ويحصل على إجازة العيد الكبير اللي عاملين في الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، وتتوفق المؤسسات الحكومية اللي ما كانتش تقدر تتوقف عن العمل كهيئة النقل العام وسكك حديد مصر أوضاعها داخليا. أما على مستوى القطاع الخاص فتصدر وزارة القوى العاملة قرارها في نفس الشأن على أساس ما يعتمده مجلس الوزارة، وتبيح لمؤسسة تشغيل العامل في يوم الأجازة على أن يحصل على ضعفي الأجر. إجازة عيد الأضحى للبنوك، وبتلتزم البنوك أيضا بالقرارات الرسمية الصادرة من الحكومة بشأن عدد أيام الأجازة، وده بيكون قاصر على المعاملات في الأفرع فقط، وبيتاح خلال العطلة إجراء المعاملات من ماكينات الصراف الآلي. وبيحدد البنك المركزي المصري كافة التفاصيل المرتبطة بموعد بداية الأجازة ونهايتها. إجازة عيد الأضحى 2020 لطلاب الجامعات، بتستمر امتحانات الفرق النهائية في بعض الجامعات لما بعد عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت متأخرة بسبب الظروف الصحية في البلاد. وبيمنح الطلاب إجازة عيد الأضحى كاملة على أن تستأنف الاختبارات وفق الجداول الموضوعة سلفا في اليوم التالي لانتهاء العطلة. وكل سنة وكلكم طيبين والأمة الإسلامية طيبة، وربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال إن شاء الله. وفي النهاية ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.